السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شروحاتنا على قناتكم قناة تكنيك بوك. دعوكم إلى الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى. اشترك في القناة، هذه القناة الجديدة لتكنيك بوك. بعد أن تم قرصنة القناة الأولى من طرف شاب مغربي وللأسف عدنا إليكم من جديد بهذه القناة. ادعمونا بهذه الاشتراكاتكم حتى نواصل في تقديم الجديد. طيب، بعد أن قمنا مواصلة في دروس الووردبريس أو في دورة الووردبريس، بعد أن قمنا بتقديم لكم كيفية نشتريها، اشترينا هوستينج من هوستينجر وقالب نيوز بايبر آخر نسخة بعد عروض بلاك فرايداي، نواصل اليوم. سوف نقدم لكم إضافة جد هامة في موقع الفيرال، وهي خاصة بكيفية تقسيم الووردبريس أو كيف تقسيم مقالات الووردبريس. مثلا لدينا نحن في مقال، هذا المقال لو نأخذ هذا المقال الذي قمنا بوضعه، فيه رقم واحد، فيه يعني واحد اثنان، يعني فيه ثلاثة، أيضا ثلاث فقرات، في أربع فقرات، فيه خمس فقرات. سوف نجعل هذا المقال مقسم ومجزأ وبإضافات جديدة خاصة بالفيرال، وهي إضافة النكست باك بوتون. النكست باك بوتون. طيب ماذا يأتي؟ يأتي العنوان، نضع العنوان هنا العنوان، ثم ماذا يأتي بعده؟ يأتي بعده الشار بوتون، هذه البوتون، ثم ماذا يأتي بعده؟ يأتي إعلان، يأتي هنا إعلان، ثم هنا يأتي هذا العنوان، ثم الفقرة الأولى، ثم هنا يأتي Next Back Button قبل الشار بوتون، قبل هذا الشار بوتون، يعني قبل هذا يأتي Next Back Button. طيب كيف نقوم بإضافة هذه Next Back Button؟ تكلم عليها حسام زوي في فيديوهاته، نحن سوف نقدمها لكم بالمجان عن طريق أوسوم خاص ب نيوزبيبر. يعني هي عبارة عن أداة جد مجانية وجد جد هامة، سوف نقوم بوضعها بالمجان في رابط أسفل هذا الفيديو عن طريق في قالب نيوزبيبر وأي قالب لووردبريس. هذه إضافة خاصة بإضافة ووردبريس. طيب ماذا نفعل؟ Add new plugin، ثم نختار Add new plugin. طيب هذه هي البلوجين الخاص بالبوتون الخاص بنا، Next Back Button. بدنا نأتي إلى Add New Plugin، ننقر على Upload Plugin، ننقر هنا على Upload Plugin، نختار شوازي أن فيشي، برو طيب هذه هي الملف نختاره كما يلي، ثم ننقر على Install Now. طيب تم عمل انستال للبلوجين Next Back بويون، يعني زيب. هذه ننقر على Activate Plugin، تم عمل Activate للبلوجين.
نبحث عنه. طيب، هذه الإضافة ترايت بوست سلايدر. لو نذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بها، نذهب إلى الموقع الرسمي، هذه هي الموقع الرسمي. لاحظوا هذه الإضافات وتظهر هنا في سلايدر في هذا الشكل، تظهر بهذا الشكل. الإضافة سوف تكون بهذا الشكل، يعني على شكل سلايدر. ترايت بوست سلايدر فور ووردبريس، يعني هي مجان، ليست مجانية وإنما مدفوعة. تنقر هنا، لاحظوا سينجل، يعني إذا كانت واحدة $29، تريبل العديد ثلاث لثلاث خاصة بثلاث مواقع خلال العام خلال سنة $69، 149 خلال عام، خلال عام لعدد غير منتهي من المواقع. إذا فالإضافة هي مدفوعة وليست مجانية. نعود إلى ترايد، هذه هي ترايد، يعني هذه هي، أين نجدها؟ نأتي إلى سيتينج، لاحظوا ترايد بوست سلايدر، هذه هي الإضافة ترايد بوست سلايدر، ننقر عليها. سوف نقوم بشرح هذه الإضافة. لو نذهب إلى البوست، نختار واحدة منها، لاحظوا هذه الأمور لم تكن موجودة من قبل، وإنما أصبحت موجودة حالا في هذا الوقت الحالي. نرجع لنقوم بشرحها. هذه هي واجهة الإضافة، آخر نسخة هي 2.3.1.3 في 4 أكتوبر 2018، تم إنشاؤه في 4 أكتوبر 2018. نذهب إلى جنرايت، نذهب إلى جنرال، نقوم بالتغيير من هنا على الخصائص. نختار فيكتور، هنالك فيكتور ايكون وكلاسيك ايكون، فيها نوعين. نقوم بشرح الفيكتور ايكون. ما هو الفيكتور ايكون؟ لاحظوا هو هذه الايقونات او هذه السلايد على شكل ايقونات نيكست باك. يمكننا تغيير شكل الأيقونة، هذه الدائرة يمكن تغييرها من هنا من أيقون. لاحظوا أسهم هكذا بهذا الشكل، بهذا الشكل، هناك العديد والعديد من الأشكال. لاحظوا إذا أردت تقسيم المقال الخاص بك بهذه البطولة على هذا الشكل هكذا. إذن هنالك عديد من الأشكال. أنصحكم وأفضل الشكل المجوف، هذا الشكل، لأنه يشبه بطون الخاص بإعلانات أدموب أو إعلانات أدسنس. طيب، من هنا نختار خلفية البطون. اجعل خلفية هذه البطون مثل خلفية الأدسنس. من هنا تنقر، من هنا تقوم بتغيير الخلفية كما تريد بهذا الشكل. طيب، من هنا يمكن التغيير في حجم البطون بزيادته، من هنا
لاحظوا، يقوم بزيادة البوتون لاحظوا كيف يصبح صغير وصغير جدا. نحن نتركه في حدود 50 ثم نقوم بالتعديل عليه لاحقا. الباك جراوند من هنا هاته عبارة عن خلفية للبوتون، اجعلها مثل خلفية الشاشة، تقوم بتغييرها من هنا. من هنا يعني حجم البعد بين الأزرار، لاحظوا يمكنكم تقريبهم أكثر وأكثر. بهذا الشكل. طيب في الكلاسيك تيم يعني في هذه الأشكال، لاحظوا هكذا لا يمكن تذهب خاصية التعديل عليها، لا يمكننا التعديل عليها كما نشاء في البعد بين المسافة والمسافة، لا يمكننا وضع العديد، يعني هي بشكل أوتوماتيكي. نحن نختار الفيكتور ايكون. طيب ثم نذهب ننقر هنا على سيف تشانج، ثم نذهب الى النافيجيتر نافيجاسيو بار. سوف نتكلم على هذه التكست، على هذا التكست وعلى هذا التكست. طيب Preview Next، هذه الكلمة الموجودة هنا يمكننا حذفها هكذا وهكذا. لاحظوا يبقى الأزرار لوحد، تبقى الأزرار لوحدها هكذا. الزائر يفهم بأنها Next Back Button. من هنا إذا أردت أن تضع هذه الأزرار في اليمين أو في الوسط هكذا، تضعها في الوسط left يمين يسار right في اليمين bottom تكون فقط في الأسفل فقط، عكس هذه الtop يعني تكون right يعني تكون من هنا top and bottom يعني تجدها في الأسفل وفي الأعلى. أنصحكم top تجدها في الأعلى، bottom تجدها في الأسفل، none تصبح غير موجودة أصلا. أنصحك ببottom بهذا الشكل تضعها في الأسفل. طيب بطور في بيافوار هي ستاندر ام لوب تروك ام انابل اديسيون نافيغاتور بتوين بوست، هذه خصائص تقوم باختياره انت، اتركها ستاندر. Preview button next preview post next post. انقر على save to change. Advance نحن نقوم يمكنك اختيار ما الذي تريد أن تقوم بتقسيمه، هل البوست والبيج أم البيج فقط أم البوست المقالات أم الصفحات أم الاثنين الميديا. ريفيزيون نافيغاسيو مينيو ايتم كوستوم سي اس اس. ليجال باج
يعني اتركها على هذه الثلاثة يعني، أو في اثنان يعني، أو في هذا الثلاثة لتقسيم حتى الميديا. طيب من هنا enable by default، ديفو اكتيفاسي بيافوار enable disable يعني، اتركها كما هي. من هنا لعمل ajax load all slide at one ajax. طيب انقر على save all change، تربل شوتينج كومباتيبيليتي اوبسيون، اتركها على حالها. طيب نذهب الى المقال، لاحظوا هذا هو المقال، لاحظوا كيف هو موجود. نذهب إلى المقال، نقوم بوضع الفقرة الأولى ثم نضع هنا بوتون. لاحظوا طيب بعد أن تأتي للمقالات تأتي تحت الواحد هذه، لاحظ في هذه الأيقونة باج بريك، باج بريك تنقر هنا على باج بريك، تظهر لك هذه الأداة هنا، ثم تنزل إلى الأسفل إلى المقال الثاني، تضع باج بريك، ثم في المقام الرابع أيضا تضع باج بريك تحت المقال الرابع أيضا، وفي المقال الأخير أيضا هنا هكذا. ثم تأتي إلى أبديت، تعمل أبديت لي المقال، ثم تأتي هنا وتعمل ريفليش للمقال بالكامل. لاحظ كيف أصبح، ها قد تم إضافة البوتون نكست باك كما تلاحظ هكذا، تم إضافتها في الأسفل كما أردنا أن تكون هكذا بنفس الخصائص. طيب نرجع إلى هنا، نقوم بمسح سلايدر الأخير نكس باك هذا، نقوم بمسحه ديليت، نعمل أبديت. لاحظوا نعمل ريفليش، ثم نعود إلى ترايد، نذهب إلى أدفانسد أو نافيجيت بار. لاحظوا لما نعمل ريفليش قبل البوتون هنا، قبل هذا البوتون، لاحظوا ماذا يوجد، يوجد هذا الاسم user your raw key to be to browse. نرجع هنا نقوم بمسح هذه الكلمة لكي تختفي من هنا، نقوم بنزعها ونعمل save all change، ثم نأتي إلى هنا ونعمل refresh. لاحظوا كيف ذهبت، والملاحظ أن الأزرار قريبة جدا من بعضها البعض. نرجع إلى جنرال، طيب من جنرال من هنا نقوم بتكبيرها قليلا، ومن هنا نقوم بإبعادها بهذا الشكل. ثم نعبر على save next save all change ونعمل refresh. لاحظوا كيف ابتعدت قليلا.
سوف نجعلها في الوسط أيضا. نرجع نقوم بإبعادها أكثر من هذا القدر، نجعلها 100 أو 120. Save الشنج، نعمل ريفليش من جديد. لاحظوا كيف ابتعدت أكثر. لما نعمل يعني لاحظوا كيف تكون متجاوبة، هل ستكون متجاوبة أم لا مع الهاتف. هذه صالحة فقط مع الديسكتوب. نرجع نذهب إلى نافيجير بار، هنا أيضا نقوم بعمل نزع، هنا ننزع هذا الاسم هنا نجعلها ساندر فول. ساندر فول ننقر save all change ونعمل refresh. تم عمل center. لاحظوا لكن الأرقام هنا قد ذهبت، لهذا نعود هنا ونرجع تلك الكلمة التي كانت هنا. فاريابل هكذا، هذا هو الفاريابل. ننقر على سيف تشينج، لاحظوا أين أصبح؟ أصبح في خلل. طيب هذا هو الفاريبل، مكان اند نكتب فقط اوف. ننزل اسفل ننقر على
save and change. هنا سوف تغير end مكانها تصبح off. نعمل refresh. أعتقد أن المكان جد هنا ننقر على سنتر بدل سنتر اف. نعمل ريفليش. طيب لاحظوا هذا المشكل تم حله. إذا أصبحت هذا الرقم يصعد فوق فاذهب فقط هنا واجعل هنا من هنا horizontal post center وليس center full, إما center أو left نجعله center ونقر على change save. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح إضافة هذه البوتون وهذه الأزرار. انتظرونا في الشروحات القادمة. لا تنسوا بأن تقرأ سبسكرايب للقناة. دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.